رجعنا بعد الفاصل نكمل حلقتنا مع الطرب ومع الوناسة. نرحب بالفنان الجميل الشاب إبراهيم دفشي، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، يا هلا ومرحبا. مساك الله بالخير إبراهيم، مساك الله شلونك؟ بالخير. تمام الحمد لله. كلمني عن أول تجربة أو أول شاب كويتي يطلع في دار أوبرا. كلمني شلون تم اختيارك في دار أوبرا؟ أول شيء الحمد لله على هذا اللي صار. طبعا أنا آخر حفلة أذكر طلعتها كانت هي مهرجان فبراير، فأنا صار عندي أن لازم الحفلة اللي تكون بعد الحفلة اللي سويتها يا تكون يكون مستواها أقوى يا يكون نفس المستوى وما يكون أقل. فنعرض علي وايد حفلات، بس أنا يعني صار عندي يعني مثل ما تقول هدف أن أنا لازم أطمح حق شيء أقوى من المهرجان اللي غنيته. فلما كلموني طبعا استانست كوني اول فنان شاب يغني في دار الاوبرا. وسوينا حفله وايد حلوه، الحضور استانس. يعني هو يوم ما اقدر انساه. طبعا هي كانت وايد حلوه، بس كانوا العازفين على حسابك، جبت بعض العازفين عشان اوضح المعلومه اكثر. هو شوفي، احنا اتفقنا على باكج معين، لكن انا قلت لك الحفله عشان انا ابيها تكون أنجح من الحفلة اللي طافت، فأنا فعلاً زدت جبت عازفين. أنا دفعت لهم أجورهم عشان أنا أطلع لما الناس تسمع شيء حلو من إبراهيم دشتي، لما تصير حفلة ثانية يقول والله إبراهيم دشتي سوى شيء وايد حلو، لما تصير حفلة ثانية تشجع إني ما أحب أكون أطلع حفلة نفس الحفلة اللي قبل واللي قبل واللي قبل، لازم كل حفلة تكون غير عن اللي قبلها عشان يصير تنويع والناس تستانس. طيب إبراهيم، شلون شفت الرهبة اليوم على مسرح جابر الثقافي او دار الاوبرا؟ شو هو من البرافا صارت الرهبه. نعم. قلت لان العاده انت تشوف جمهور، يعني متعودين تشوف الجمهور قدامك. نعم. هالمره لا، فوقك ويمينك. نعم. ويسارك، يعني كان شيء جدا جميل. وانا اشوف ايد الناس وهي مستانسه وترقص من الجمهور، كان شيء وايد جميل يعني. نعم. والحمد لله توفقنا بالحفله. ابراهيم، شو اللي خلاك تتجه حق الاعراس؟ العراس، شوفي هو هذا مو ترى مو اتجاه اي فنان، يعني الفنان مو بكيفه هو يروح عراس. الناس لما تحس ان هذا الفنان يقدر يشيل عرس، او اذا يا عرس راح يستانسون ان الفنان هذا موجود بالعرس، هم يتصلون يطلبون. نعم. فالفنان مو بكيفه هو يروح عرس. بس ما ترددت في الموضوع؟ ما ترددت، لا بالعكس. انا من عمر اشوف الفنانين الكبار يغنون في عروس، ما في فنان ما غنى في عرس من الفنانين الكبار، ولا زالوا يعني. فأول عرس أذكره غنيت فيه بروحي، شلته بروحي، ما كان معي ولا أحد. هذا أول عرس أنا أعتبره فعلياً يعني. وهالعرس هذا الحمد لله سحب وراء العراس، يعني رحنا قطر، رحنا السعودية، رحنا الإمارات، وبالكويت الحمد لله. والعروس يعني موجودة، الجدول الحمد لله كل ماله يمتلئ، الحمد لله يا رب. فأنا يعني جدا مستانس إن الناس تدق تقول إحنا نبي إبراهيم. نعم. حتى لو بروحه، يعني يوم صار اسم مطلوب إبراهيم في كل الحمد مكان. لله يا رب. الحمد لله. إيش نبي نسمع الحين؟ اللي تبونه. أبي شيء على ذوقك. على ذوقي. نعم. يلا. إذا أنا بطلب. أنت بتطلبين؟ أنا قلت لك من قبل أبي أطلب. يلا. نسمع في غيابه. في غيابي. في غيابي. إي. المايك. ها المايك، المايك مو شغال. تيست، ماكو صوت. يلا ها بنقول في غيابي. في غيابي صاحبو لما منهم قربوا، قسوا طبعه غيروا، هكذا قلبه نساني، هكذا
هكذا قلب نساني أوهموه إني أخونه غيروا قدر بعيونه وبعد أن خابت ظنونه فاض دمعه وبكاني هكذا قلبه نساني وضممت الحزن ضما وسهرت الليل هما أبعدوه عني ظلما فهجرني وجفاني هكذا هكذا قلبه نساني. عشت. سلام. يا سلام. يعطيك العافية. الله يعافيك. غنيمة، ايش معنى هالأغنية طالبتها؟ لها شيء عندي يعني. شيء. طيب اليوم على صعيد التحضيرات الجديد، في شيء قاعد تحضر له الحين؟ سينجل مثلا نقول؟ الحين طول السنة نحضر. الشغل يعني مثل ما تقول جدول. يعني كل أغنية حلوة أسمعها أحس أن هذه الأغنية لايقة حق إبراهيم، إذا غناها إبراهيم راح تسوي شيء، على طول نحجزها على يعني قاعد نكوش عليها قبل لا ياخذها احد ثاني. ففي تحضيرات، في اغاني جديده، في عندي ان شاء الله سنجل جديد راح ينزل اسمه غمزه. عندي اغنيه اسمها بكره بتعود، كلمات سعد المسلم، الحان فهد الناصر. في فكره ميني البوم صغير جار التحضير يعني. فالشغل ما يوقف يعني. انا ما احب اقعد يعني، لازم حتى اذا ما عندي شغل اطلع اشوف لي شغل. ابراهيم، راح نرجع حق الاعراس مره ثانيه. اليوم شايف الاعراس في تفاوض بالاسعار، انت ايش كثر تاخذ؟ هو حمد اقول عادي، قول نبي رقم. لا شوف، انا اقول لك هو في سعر، لكن بدايه لأي فنان مو حلو أنه يكون سعره ثابت، خصوصاً أنه في البداية يكون مطلوب، لازم يكون في هذا طبعاً يعني مو شغلي أنا اللي أتفاوض في الأسعار، في اللي هو حمد الصالح. نعم. معانا بالكنترول، أحييك حبيبنا حمد. فهو موجود، ناس تصلون عليه، هو يتفاوض معاهم بالأسعار. إحنا في البداية لازم إحنا نكون مرنين مع الناس، لأن في ناس يمكن تبي إبراهيم دشتي بس ما تقدر تدفع السعر اللي هو، فاحنا وايد مرنين في هذا الشيء. يعني تغني ببلاش عادي حق ناس؟ سويناها. في ناس يدقون فعلا يكون ما عندهم ويبون يستانسون. انا ما ارد على مزاجك ولا على مزاج اللي طالبين، مثلا اهل العروس او اهل المعرس. الاغاني قصدك؟ لا ان الاغاني اي عفوا الاغاني إيه؟ لا الاغاني في ناس في اهالي يطلبون اغاني، بس هما مال يعني هما شايفين الأغنية حلوة، بس هما ما يعرفون نفسنا إحنا الفنانين أو الفرقة أو العازفين إن هذه الأغنية ممكن تكون سيئة بالعرس، يعني راح يصير في دروب بالعرس. فإحنا نطلب منهم لستة أغاني اللي هما يبونها، وإحنا من صوبنا نحط الأغاني اللي نبيهم، عشان تكون يعني مجموعة الأغاني اللي موجودة في العرس تكون كلها من يعني 100% حلوة. طيب إبراهيم، بذكر لك أسماء: فهد الناصر، علي الخوار، سعد مسلم. دائما اسمك مرتبط فيهم، ليش؟ شوف، بنضيف معاهم بعد محمود بوشهري. هذيل الاربعه انا يعني هذا شفت السؤال اللي سالتني اياه واللي بجاوبك عليه الحين. كل لقاء يسالوني اياه وهذا السؤال الوحيد اللي انا استانس اجاوب عليه. ما لا يشكر الناس يشكر الله. هذيل الاربعه في اول ما طلعت مستار اكاديمي مريت في ظروف ان ما ادري شنو اسوي، يعني طلعت انا مشهور بس ما ادري شنو اسوي، لان احنا مستار اكاديمي مثلنا، غنينا، سوينا استعراض، سوينا تقديم، فطلعت في صار هني تقديم، صار هني تمثيل، صار. فكنت انا لا ابي اغني، انا اصلا ابي اغني. فصار ان تصادفت مع محمود بوشهري، قال لي انا اعرف وين اخليك تروح، واعرف شخص راح يخليك فعلا يعرف وين يحط الفنان في طريقه الصحيح.
فخذينا طقينا تذاكرنا رحنا دبي حق فهد الناصر وعلي الخوار. نعم. دشيت عليهم قلت لهم بغني، وضحكوا ان قاعد نشتغل تو، كانوا قاعد يسوون اذكر اللي هو فتره اغاني الفنان حسين الجسمي اللي هي الطير والجبل، في هالفتره قلت لهم بغني، قالوا لي ان شاء الله، قلت لهم لا ان شاء الله طاقت تذكره بغني وان شاء الله بغني. ففعلا فهد الناصر سمع وقال لي خلاص راح نسوي لك اغنيه، وتميت معاهم. الكل يقول لي ليش ما تنوع، ليش ما يعني ليش ما تغير فهد الناصر سعد المسلم. انا بالنسبه لي الحين ننزل معاهم تقريبا فوق العشر اغاني، ولله الحمد كل الاغاني وين ما اروح الحمد لله الاغاني تتغنى، وكل حفله اطلع لما اغني الناس تغني معي. فهذيلا فاهميني، فهد الناصر سعد المسلم فاهمين ابراهيم دشتي. وعلي الخوار في البدايه من الناس اللي تعرفت عليه، لكن اعطاني هديه عيد ميلادي فيديو كليب، هذا شيء ما حد يعني ما حد يفكر فيه وما حد يسويه. فيوم عيد ميلادي الكل بارك لي، وهذا كنا عنده بالاستديو، في اوجه له تحيه علي الخوار ابو محمد، قال انا هديت لك، حتى خضاني بروحي قال لي هديت لك بسوي لك فيديو كليب. كان فيديو كليب اغنيه انقاذ موقف، هذا اول فيديو كليب انا اسويه، وسويناه في راس الخيمه، وهو اللي تكفل فيه كامل يعطيه العافيه. فعلي الخوار من الناس اللي انا مستحيل انساهم في مشوار الفن. ابراهيم بنسمع منك اغنيه. بعد اغنيه؟ بس راح اطلبها بعد. بعد؟ حق اصاله. حق اصاله. ايه اوكي. ذاك الغبي؟ يا انت شي اسرتني انا. لا. دورك الحين؟ معود. لا دور الحين. ذاك الغبي؟ تذكر اللحظات اللي بعتني فيها نظرتي ونبضات قلبي وانت تطفيها، جيت بحكي ما حكيت ما مدى انت مشيت وما التفت وانا من سبع سما الاحلام طحت، هدمتني بنيت نفسي وعشت ونسيتك خلاص كسرتني، لملمت اشتاتي ولا غيرك نقص هدمتني، بنيت نفسي وعشت ونسيتك خلاص كسرتني، لملمت اشتاتي ولا غيرك نقص ليه راجع من تبي عشقك ذاك الغبي، ليه راجع من تبي عشقك ذاك الغبي اللي كنت انت عيونه كنت اول من يخونه، انتظر لي ضاع ميت صاحبي. الله الله على الصوت. يسلم الصوت. الله يسلمكم. تسلمون. عيونك تلمع. عيوني تلمع. عاشق؟ لا يا معود تودينا بداية. إيه ليش؟ لا عاشق والمشكلة. عاشق يا عاشق مرتي. أكيد طبعا. قاعد طالعني. طبعا نوجه لها تحية والله يخليكم حق بعض إن شاء الله. الله يسلمكم يا رب. أبي شنو قصتك مع يعقوب أبو شهري والأغنية الجديدة؟ يا جمالك. يا جمالك يعقوب أبو شهري. هذا طال عمرك كنا طالعين لقاء أنا وياه. نعم. اللقاء تأجل ثلاث مرات، يعني أجلنا اللقاء ثلاث مرات، كنت كله أقول له إحنا إذا طلعنا وياك شو بنسوي بالحلقة يا مايز، بس راح نضحك وماكو شيء يعني، وصدق ترى هذا اللي صار يعني. بس بالبروفات كنا قاعدين يعني هو يب وقت وأنا قاعد أسوي بروفات، ف
كان يقول لي ها بتغنيها جمالة؟ قلت له لا يعني ما اعتقد راح اغنيها. فبالبروفات قعدنا نغنيها ونغنيها 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 وصارت الحلقه، ويعني قمنا نغني نص ربع كلمه باللقاء ونسينا الحلقه. فالاغنيه يعني يعقوب الشهري من ناس نسمع يعني منها شويه لو مقطع صغير. لا صغير بس كوبليه واحد. لا انا افضل لا. زين بس كوبليه واحد شوي. كوبليه واحد واحد. الله 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 يا جمالك دلل علي وانا احب دلالك، الله 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 يا وصالك من غبت عني قلبي حن وجالك، الله 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 يا جمالك دلل علي وانا احب دلالك. بس لا قمر قصدك. ابراهيم شنو علاقتك مع مطرف المطرف؟ مطرف المطرف مطرف قبل لا يكون زميل الفن هو أخو عزيز وصديق غالي علي. نمسي عليه بعد. نمسي عليه بالخير وإن شاء الله أتمنى لك التوفيق في ألبومك الجديد. وأنا واثق أنه بيكون قوي ويكسر الدنيا، لأن مطرف المطرف يحب يهتم بشغله. كذلك أنا يعني وإحنا نشتغل مع نفس التيم يعني إذا تلاحظ فهد الناصر سعد المسلم إحنا يعني توليفتنا احنا الاربعه راكبه على بعض، نعرف شلون نعطي بعض. فمطرف المطرف انا اذكر يعني بلشنا في 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 يعني في وقت واحد. انا اذكر نزلت اغنيه مخاصمها، هو نزل اغنيه كل اغانيك حلوه يعني، نزل اغنيه بس يعني نزلنا مع بعض. وصرنا مثلا لما بيروح ينفذ اغنيه في دبي انا اكون موجود، فعلاقتنا وايد حلوه. انا مسي عليه بالخير وانا احبه وايد يعني مطرف. طيب ابراهيم يقول لك بالتركي بدنا نسمع شيء تركي. يا قاعدين لك اليوم قاعد تصدموني اليوم. لا قاعدين لك من اول سؤال قاعد تدعموني. احنا اليوم مستمتعين ترى والله بصوتك، مستمتعين وياك، ودنا اليوم نسمع اغاني كثر ما نقدر. اذا انا مستمتع بس بقول لك شيء، ترى البابيونه عليك احلى من الكرفته. ابدلها؟ لا يعني خليها بس الحلقات الجايه خلي البابيونه. انت ما تعرف شكلك البرتغالي؟ البرتغالي؟ هي لها قصة هذه. هذه قصة راح نقول لك عنها بعد. قول تركي. فرقة نوجه لهم تحية ما قصروا يعطيهم العافية. بروفات وشغل عدل. بعد دشتم سنين اشكنا دندم باخبر ششكنا، دشتم سنين اشكنا دندم باخبر ششكنا، بر دها سلمچمی توبلر 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 آنسم، بر دها سلمچمی توبلر توبلر آندو ابراهيم. اعتزال التمثيل اسبابك؟ اسباب اعتزال التمثيل؟ اعتزال التمثيل اي بكل صراحه وشفافيه انا يعني انا توقف علي قبل لما كنت امثل مبلغ السنجل اللي احنا نسويه اللي انتم تسمعونه مثلا انت اخترتي اول اغنيه في غيابي. الاغنيه لما سمعتيها كلامها حلو، لحنها حلو، الموسيقى اللي داخلها كلها كاملة الأغنية. نشتغلها في كمنجاتها في وترياتها في إيقاعاتها كاملة كل شيء. أنا ما أحب تكون تنزل لي أغنية ناقصة في الكواليتي. أحب يكون الكواليتي اللي أنا نزله نفس ما ينزله أي فنان كبير، فبالتالي أنا أكون الكواليتي اللي نزلته
نفس أي فنان كبير نزله. فأنا عشان شيء كانت الأغنية توقف عليه في مبلغ كبير. نعم. فبما أني الحمد لله يعني في المسرح الناس متقبلتني والجمهور كان يي ومطلوب بالمسرح. الحمد لله. كذلك في التمثيل مثلت مسلسلين. فأنا كنت أستخدم هذه الموهبة في شيء الناس تحبني فيه. والمردود كنت أخذه أسوي فيه سنجل من هذه السناقل اللي أنتم قاعد تسمعونها اللي الكل الحمد لله قاعد يحبها. فالحين مع أسئلة العرس فالحين الحمد لله دام أنا صار عندي الشغل الأساسي الأعراس الحفلات حفلات قاعد نسوي أغاني تخرج قاعد نسوي زفات معاريس العروس اللي قاعد نطلعها صار المردود من الشيء اللي أنا أحبه. فأنا قررت أني أعتزل التمثيل واعتزلت المسرح اعتذرت من كل اللي أشتغل معهم قلت لهم أنا آسف يعني مع أنه والله العظيم التمثيل وايد حلو واستانست فيه ولقيت ردة فعل جدا جميلة من الناس. يعني حتى أنا بلبنان مرة في واحدة قالت لي دورك أمك تسحب شعرك من المسلسل استغربت يعني. لكن أنا أحب أني أكون في طريق واحد يعني ما يصير أنا أغني ومثل اخترت الطريق اللي يناسبك اخترت الطريق اللي انا اصلا اطمح له من وانا صغير. شوف نفسك فيه. ابراهيم شلون الناس تتواصل معك عشان حجوزات الاعراس؟ انا في رقم بالانستغرام حاطه عندي في التويتر في الفيسبوك دائما مثلا لما اطلع لقاء او يكون عندي بروفا او عرس او هذا بالسناب شات يصورون يحطون الرقم. اللي تبونه انا حاضر حبيبي. احنا اليوم وصلنا لختام مستمتعين جدا باللقاء وانا واحد من الناس المعجبين فيك يا حبيبي. الله يحفظك. والله العظيم ما هي مجامله صوتك جدا والله. جميل. تسلم يا حبيبي. الله يحفظك. احنا وصلنا ختامنا لكن ختامنا راح يكون بصوتك ان شاء الله. حاضر. امانه نوعنا اليوم كل شيء بنغني. بابيونا خلاص بابيونا تم لبس كرفته بس كل ثلاث بابيونات كرفته بس عاد جايبين الوان مو كلها سوداء. الوان انا اجيب لك انا اجيب خلاص على ذوقي. خلاص على ذوقك. حبيب أمان عليك يا ليل طويل وهات العمر من الأول. أمان عليك يا ليل طويل وهات العمر من الأول.